على بركة الله التواصل في انطلاقات الأشواط واندفاع التحديات واستكمال الأشواط الخاصة بالجعدان مع هذه الأشواط التي خصصت ستة منها الأولى لانطلاقات واندفاع سن الحجايج من الإنتاج المحلي الذي يعلن الإنتاج الخاص أيضا بالملاك والمضمرين. هذه هي الانطلاقة التي بدأت، ودعونا نسير مع المقدمة نتابع التحدي والإثارة في هذه الانطلاقة. نبدأ بالصدارة والمركز الأول الشاهينية اللي تعلن فيه الانطلاقة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري، ولكن هذا هو شوط الجعدان، خاص بالجعدان. هي الحين التحديات هنا، نتابع اللي على المركز الأول من غير أيضا في الصدارة، من غير أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. هنا في المركز الأول سيد سيف بن حمد بن حضيرم اللي ينتقل إلى المقدمة والانطلاق الأول براق مع هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني شاهين، في المركز الثاني عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، المركز الثالث حشيم، في المركز الثالث لسيد حبيب بن محمود بن حبيب اللي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع المركز الرابع سيد سالم بن حمد بن دري الفلاحي هو الشبل، اما المركز الخامس هناك على الجانب الاخر محمد بن معتوق العمري ايضا شاهين، والمركز السادس لحياء بن مطر بن حاذه الاشتبيل الذي يتواصل مع المركز السادس هو غدار. انتقل الى المركز السابع في هذه اللحظه ودخول التحدي والاثاره والانطلاقات. حماد بن نايد الرشيد ايضا ضيف قادم للمشاركه، وهناك للدخول على الجانب الاخر في هذا الانطلاق لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان وهو الصعب، وهنا لعلي بن بدر العليلي. هنا الانطلاقه، هنا التحدي والاثاره على ارضيه هذا الميدان، ولكن نسير مع المقدمه، نعود مع الصداره، مع التنافس، مع هذا الانطلاق. هنا لا زال الاندفاع الاول براك سيف بن حمد بن حضير الاشتبي، ولكن بن معتوق هناك ينطلق مع هذه اللحظه، وصمود باقي في هذا الاندفاع لصاحب المركز الاول هو براك سيف بن حمد بن حضير الاشتبي الذي برق على مقدمه الشوط من خلال هذه الاثاره وهذه التحديات والصمود القادم. وهناك المنافس ايضا من شاهين محمد بن معتوق العامري على المركز الثاني. براق ولا شاهين ولا براق؟ براق 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 على المركز الاول. سلام يا سلام يا براق على مقدمه هذا الشوط، تهنئه والناموس. المركز الثاني سيد محمد بن معتوق العامري وشايب، المركز الثالث حبيب بن محمود بن حبيب، المركز الثالث خوار، المركز الرابع سيد غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي، المركز الخامس حياء بن مطر بن حاذه الاشتبي. نعود إذن مع المقدمة، نعود مع الصدارة، نتابع المركز الأول، وهنا شاهين هو صاحب الصدارة، وأيضا النادر المسمى له النادر اللي على المقدمة هو لشامس بن معتوق العامري، هو الفائز بالمركز الأول. تهنياتنا أيضا لشامس بن معتوق العامري، وإذا الهير سلام مع هذه الانطلاقة. المركز الثاني يعود براق لسيف بن حمد بن حضيرم الاشتبي، في المركز ثلاث دقائق وعشرين ثانية وفاء وتماما أو ثانيتين هناك في المركز الأول، بينما المركز الثاني ذهب لبراق ثلاث دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية أيضا في هذه الانطلاقة والتحديات والإثارة. المركز الثالث حشيم وصل في المركز الثالث، هنا ثلاث دقائق ثلاث ثواني أربعة من أجزاء من الثانية الثانية، والناموس سيد محمود بن حبيب الرضا على الفوز بالمركز الثالث.